ابو حنان، انت المطرب الوحيد، مطرب العدنيات الوحيد اللي عنده معجبين بنات. اهم نعمه من الله. يعني عاده البنات مو ستايلهم العدني. لا هو شوف يا استاذ عصا، لان الناس بالاخر تبي الكلمه الحلوه او اللي لها معنى. اللحن الحلو نقول لحن حلو يصير مصري بناني، بما اننا بالخليج يبون الكلمه الحلوه او اللي لها معنى. فعلا فاكو غناوي ما تعمر، يعني يقولها جديده اليوم عقب شهر ناسينها الناس، بينما اكو غناوي ما تنسي. فالكلام العدني هو قوي، لانه يعني منحصر باللغه العربيه، واساس يعني مخارج الالفاظ فيه سهله. يعني اعطيك مثلا، اعطيك يعني قنيتين بعدين قبل الثانيه. ليش بس تزعل؟ ليش تبعد وتهجرني وانت الذي كنت لو انساك تذكرني؟ انا على البعد قل لي ايش يصبرني؟ بس يا حبيبي بس انا اسف وترجاك تعذرني. علشان كلام العواذل قلت تهجرني، بس يا حبيبي بس انا اسف وترجاك تعذرني. اي والله يرن التلفون، عرفت شلون؟ اي النقيضه مالته نفس المطرب. بالك تقول ان انا ما اقدر على بعدك، ترى اقدر انساك واخليك بالظنه وحدك. مشاعر مقايضه مختلفه. نقيض اي مش عليش بس تزعل، بس اترجاك اترجاك زعل مكسور. بالك تقول ان انا ما اقدر على بعدك، انا اقدر انساك واخليك بالظنا وحدك واضوقك نار لا دمعك يطفيها ولا انينك ولا حزنك ولا سودك، ترى اقدر انساك.